عبر الهاتف ينضم إلينا المهندس جمال عسكر، رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين والخبير المتخصص في هندسة السيارات. باشمهندس أهلا وسهلا بحضرتك. لماذا تحرص الدولة على تخفيض هذه المدة، الأمر الذي من مقتضاه ربما اتساع قاعدة المستفيدين بهذه المبادرة؟ حضرتك والسادة المشاهدين، بداية نتحدث عن مبادرتين لرئيس الدولة. المبادرة الأولى تمكين مصر كمصنع إقليمي للسيارات الكهربية، ودي بتمثل طفرة بالنسبة للشعب المصري وبالنسبة لعالم الصناعة في الشعب المصري. رقم اثنين بنتكلم على مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز. ليه؟ لأن لدينا يعني بنتكلم على من 21 إلى سنة 2000، بنتكلم من 2000 إلى سنة 1980، فكل العربيات اللي هي من 80 لغاية 2000 هتتكلم على استبدال، لكن المنظومات اللي بتشتغل من 2021 لغاية 2000 دي هنتكلم على الدول سيستم او العمل بمنظومه الايه البنزين مع البنزين مع الغاز دون تغيير السياره بالكامل. طب ليه الدوله بتنزل من 3 سنوات الى 2؟ 3 سنوات كانت بتمثل ان في ناس كتيره مش حابه هذا الموضوع، او ما عندها يعني عدد كبير ما كانش عايز يعمل هذا الموضوع. طب احنا دلوقتي عشان نكتر العدد مطلوب عندنا لتغيير عدد السيارات دي لازم ننزل لسنتين ولازم ننزل لسنة وممكن ننزل كمان لغاية مثلا 2 3 شهور. ليه؟ عشان نزود الإقبال. أنت لازم تعمل حوافز، يعني لما الدولة تعمل حوافز 10% للملاكي ب 22,000 و20% 45,000 جنيه للتاكسي و25% اللي بتمثل 65,000 جنيه بالنسبة للميكروباص. ليه؟ عشان بتعمل حوافز الخضراء دي عشان تزود الإقبال على إقبال المواطنين على المبادرة. طيب لماذا يعني السؤال يعني التتابعي، لماذا تحرص الدولة على زيادة أعداد المستفيدين واتساع قاعدة المشاركة في هذه المبادرة، والأمر ينطوي أصلا على يعني ضغط اقتصادي وإنفاق مالي من قبل الدولة لدعم هذه المبادرة؟ فندم احنا بنتكلم على عدد سيارات في الدولة تصل إلى 11.6 مليون عربية، منهم حوالي 8.6 مليون سيارة بتعمل بالبنزين. فاحنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على عدد سيارات يتجاوز 3 مليون سيارة اقل من عام 1980. يبقى حضرتك بتحرص الدولة هنا ليه على تغيير هذه المنظومات والسيارات المتقدمة؟ في هذه السيارات المتقدمة سيارات جديدة بحالة الزيرو، وهناك سيارات مضمحلة، بمعنى انك تجد على بعد انشاء الدوله للشبكه القوميه للطرق واتساع الطرق وعمل حارات جديده وخلافه، نجد ان هناك معظم السيارات القديمه تجد ان الكاوتش بيضرب على جانبي الطريق، تجد ان الرادياتير بيضرب، المحرك السياره بيتلف على الطريق، وتجد مشاكل عديده. لذلك تبحث الدوله عن هذه المنظومات وضغط انفاق، ولكنها بتعطي في هذا المجال. ليه؟ احنا النهارده مصر بتعتبر في طفره غير مسبوقه لصناعه السيارات في مصر، وعايزه تعمل شراكات كثيره جدا مع دول كبيره. عندنا حجم غاز متوافر نتيجه للاتفاقيات التي تم اجرابها مع الدول المختلفه، واكتشاف حقل الزهر اللي وصل عندنا احتياطي حوالي 3 تريليون متر مكعب. كل هذه المميزات تدفع الدوله دفع نحو الانتهاء من السيارات المتقدمه على الطرق المصريه. فلذلك بتقوم الدوله بعمل مبادرات كثيره جدا وبتعمل حوافز كثيره جدا عشان تساعد المواطن على التمسك بهذه الاتفاقيه. تجد على الجانب الاخر هنشوف مثلا ان المغرب بعد اتفاقيه اغادير، نرى ان المغرب النهارده بتحتل المنصه رقم 5 على مستوى العالم بعد امريكا واليابان والصين وكوريا في تصدير السيارات للاتحاد الاوروبي. طبعا دي حاجه يعني طفره كبيره جدا لدوله المغرب. المغرب عملت ايه؟ او ملك المغرب نفسه قرر ان مفيش ضرائب ولا جمارك على المصنع بتاع السيارات ده، وتجد ان الشركه الام في فرنسا جاءت لزياره المصنع وللتحول. طب يعني حضرتك جنحت الى محفزات الاستثمار ومحفزات تنميه الصناعه كجزء حتى من استراتيجية الدولة المتبعة في هذه الآونة كما تعلن الحكومة بشكل متواصل، لكن حضرتك أيضا أشرت إلى مردود اقتصادي إلى جانب المردود البيئي المرجو من هذه المبادرة. المهندس جمال عسكر، رئيس لجنة الصناعة في نقابة المهندسين وخبير هندسة السيارات، أشكر انضمام حضرتك إلينا، شكرا جزيلا.